بيا وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غيرة، ورح تكون ضمن عالم الفن التشكيلي. ضيفتنا لليوم للطبيعة كان إلى أثر كبير بتغذية موهبتها، وانعكس هذا الشيء أكيد على موهبتها وأعمالها الفنية، حيث أشبعت طفولتها بالألوان بين البحر والجبل والحراج الساحرة. تؤمن فنانتنا التشكيلية بأنه الفن بحفز الجمال المخزون بدواخلنا وبنعكس لحالة من السلام الداخلي، بنقدر أكيد نصدرها للعلن. بيسعدنا نرحب بالفنانة التشكيلية حنان الشامي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي ست حنان. يعني قبل ما نبلش حديثنا معك، خلينا نروح نشوف مجموعة من الفن التشكيلي اللي حضرتك شاغلتيهم بهذه المادة التالية. يعني كنا عم نشوف نماذج من أعمال فنانتنا التشكيلية حنان الشامي، وإحنا ننتقل إلى يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير فيكم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا فيكي. يعني حضرتك عم نشوف كنا نماذج وأعمال مختلفة. نعم. ولكن ما صار لنا زمان متخصصين أو يعني مخصصين هذا الوقت للمعارض. خلينا ننتقل لبداياتك. هلا بداياتي منذ الطفولة، يعني أنا بحب الفن، بحب الرسم بكل أنواعه، يعني حتى بحب فنون بجميع أنواعها. يعني فكنت بفترة من الفترات، يعني إذا شفت مشهد مؤثر كنت أحتفظ فيه بالذاكرة وخليه بعد فترة أعتمد عليه بهالمخزون لإنتاج أعمال جديدة. يعني بعدين كان في تشجيع من الأهل، من الأقارب، من المدرسة. شاركت بفترة الإعدادي والثانوي بمعارض مدرسية، بنشاطات فنية. حطيت هدف أنه بدي أدرس يعني فنون جميلة، وفعلا بعد البكالوريا مباشرة انتسبت لكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وكانت محطة مهمة كتير بحياتي. بهاي الفترة تعلمت كثير من أساتذة كبار، فنانين كبار، معظمهم راحلين يعني الله يرحمهم، منهم محمود حماد، منهم فاتح المدرس، في كمان نصير شورى، في نزير نبعة، عبد القادر أرناؤوط. فكانوا هدول كلهم أساتذتي. بعدها تخصصت بقسم الاتصالات البصرية وتخرجت سنة 81. هلا بالبدايه فورا يعني انا عملت بمجال الاعلان، اشتغلت بالاعلان، بعدين عملت بمؤسسه للدوله، كنت اشتغل بمجال التصميم الداخلي والديكور وتصميم الاساس والمفروشات، يعني نفذت جميعها بمؤسسات وهيئات الدولة. هلا بهالفترة بالذات يعني هو كان العمل يعني في جهد والوقت طويل يعني، لكن كنت
فترة لفترة أرسم لوحات وشارك بمعارض يعني، وكنت كمان اشتغل منحوتات جمعية. ايه وكنت اشتغل بمنحوتات صغيرة كانت يعني مستوحاة من البيئة الشعبية، تحكي قصص يعني عن البيئة الشعبية، وكنت ارسم احيانا بالباستيل واحيانا بالالوان المائيه. تمام ست حنان، يعني عبر اللوحات يلي مرقت معنا شفنا نماذج عديده، شفنا تفاصيل متقنه. نعم. عم تعبر يمكن عن ذاكره، ممكن عم تعبر عن حاله. طبعاً. في تفاصيل يعني انه اي مشهد او اي لوحه عم تمرق معنا بدك تتابعيها بتمعن، لانه بكل يمكن نقطة فيها عاطية حكاية وفي إلى قصة. خلينا نحكي عن قديش مهم اليوم ضمن الفن أنه ندخل هي التفاصيل، تكون روحنا موجودة، تكون قريبة اللوحة من أذهان الناس، وحتى يمكن يقدروا يفسروها، يحبوها، يعيشوا الحالة اللي أو توصلهم الحالة اللي أنت عايشتيها باللوحة. هلأ بالوقت الحالي أنا بشتغل بالألوان المائية. أوكي. الألوان المائية يعني نظراً لشفافيتها وسحر ألوانها والمواضيع اللي باخدها من الطبيعة أو من البيئة أو حتى من الإنسان يعني بحالاته وانفعالاته يعني، فهي الأعمال كلها هي يعني ممتعة بالنسبة إلي ومحببة لدى كثير من الجمهور يعني، ومحببة كمان لدى النقاد يعني، وإذا كان في نقد عليها يعني ما بيكون لأنها مرسومة بالألوان المائية، لا، لأنه بتكون يعني يا مستواها غير جيد يا أما هي جيدة، فالنقد بيكون على المستوى تبع العمل. فأنا بشتغل على التفاصيل لأنه هي اللي بتغني اللوحة واللي بتعطيها جماليتها اللي أنا يعني رايدتها يعني. تماما، ورايدة أنه توصل إلى الناس. أيوة. فهي هي نعم. خلينا كمان ذكرتي حضرتك الألوان المائية واستخدامك لها، كمان نحكي عن الغنى اليوم الموجود اللوني بلوحاتك وعن اختياراتك إلى يعني بين الزيتي وبين الأكريليك، وكيف بيأثر هذا الشيء بالنهاية على منتج اللوحة النهائي؟ هلأ أنا بعتبر أنه يعني أي عمل بيحتاج لجهد، إن كان بالأكريليك أو بالزيتي أو بالمائي، فكل الأعمال تحتاج لجهد، وهي اللوحة الجيدة هي اللي بتثبت وجودها، ما لأنها مشغولة بالأكريليك أو بالمائي أو بالزيتي. فالألوان المائية يعني هي حساسة وشفافة، بتحتاج للمسة فنية يعني صعب أنه الواحد يعيد عليها وصعب أنه الواحد يصلحها، بينما الأكريليك أو الزيتي، هلأ الأكريليك هو لون العصر بهالفترة هاي، فممكن يتمدد ويصير شفاف، ممكن يحافظ على سماكة معينة، ممكن ينعاد عليه يعني بالأثناء اللوحة. والألوان الزيتية كمان نفس الموضوع، بينما الألوان المائية يعني في صعوبة بتعديلها، مشان هيك بدها تكون يعني بده يكون الفنان يعني في دقة وفي خبرة بلمسته الفنية، لأنه فورا ممكن تنتزع اللوحة يعني. تماما، بما أنه عم نحكي على الدقة والخبرة يلي لازم تكون موجودة. نعم. بكل لوحة أكيد كلنا مرقنا بوضع كتير صعب، ولكن الفنان بطبيعة الحال هو. نعم. بيكون أكثر حساسية للمناخ، للوضع، للوضع المعيشي، يمكن حساسيته عالية بيتأثر بكل شيء. نعم. أوفر عن الناس. شفنا معارض كتيرة، شفنا مشاركات كتيرة، شفنا أسماء جديدة على. نعم. الساحة الفنية. نعم. السورية بدمشق خلال الأزمة والظروف يلي مرقنا فيها. نعم. حضرتك أيضا كان عندك مشاركات. نعم. ولكن خلينا هيك نحكي بالعموم، كيف لقيتي اللوحات، الفن التشكيلي، هل الوجع اللي عشناه بتحسي انه هيك اخذ حيز اكبر من لوحات الفنانين؟ هلا يعني فتره الاحداث عم نحكي عليها. طبعا. فتره الاحداث كانت بالبدايه الانتاج كثير ضعيف يعني،
يعني للظروف الصعبة اللي عشناها، يعني البلد كلها كان وضعها ظروفها صعبة، فكان يعني الإنتاج ضعيف، وفي صالات عرض كتير كتير أغلقت أبوابها، يعني بعض الصالات أغلقت أبوابها، لكن يعني صالات الحكومة والمراكز الثقافية سعت إنه بتحقيق استمرارية لفعالياتها الفنية. وبعد فترة يعني صار في صالات جديدة استقبلت الفنانين من جديد يعني، وبهالفترة هاي صار في معارض فردية كتير ومعارض جماعية قدمت أعمال جيدة يعني بهالفترة، ويعني الحقيقة كانت متنوعة، يعني مو بس يعني عم تعرض أعمال بتخص الأزمة، لا كانت متنوعة. وأنا برأيي يعني بهالفترة عاد النشاط، عادت الحركة التشكيلية لنشاطها الفني، وصارت تعطي أعمال جميلة وجيدة يعني بهاي الفترة هاي. فأنا هيك برأيي يعني إنه بالبداية كانت معطلة، لكن بنص الفترة تقريبا رجعت نشطت ورجعت تعافت وعطت إنتاج كويس ومتنوع. أكيد ما لنا غنى عن العروض والصالات. نعم. العرض، ولكن عم نشوف بالآونة الأخيرة كثير من الفنانين عم ينشروا على السوشيال ميديا يلي هي صارت توصل لكل البيوت ولكل العالم. نعم. اختصارا للوقت وللجهد وللموافقات. نعم. يلي مزبوط. تماما. خلينا نحكي اليوم، هل بتضل هاي الوهرة تبع المعرض إذا نشرناها على الفيسبوك؟ أكيد لا، بس انه الفيسبوك او السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. خلينا نحكي قديش هو منيح للفنان وقديش مو منيح. هلا يعني انا بعتبر انه في علاقه بين الفن والتكنولوجيا، يعني هلا في علاقه تكامليه، يعني يعني فرضتها روح العصر الحالي، يعني هلا هو عصر التكنولوجيا، يعني يعني في تجارب إبداعية، يعني حاولت التجديد، يعني حاولت التجديد ودمجت الفن مع العلم لإنتاج جديد. يعني فمثلا صار في سهولة بتوزيع الأعمال الفنية بجميع أنحاء العالم بسهولة، يعني وكمان صار في الفنان يشارك بمعارض دولية كمان كمان بسهولة، يعني ممكن دمجها مع العروض التقليدية، يعني بالإضافة لأنه سهلت على الإنسان يعني بأي مكان، على الناس بأي مكان أنهم يتابعوا ويشاهدوا الأعمال الفنية كمان بأي مكان بالعالم. فالتكنولوجيا مهمة يعني، والتقنيات كمان مهمة جدا. يعني أنا برأيي بس اللوحة الفنية يعني برأيي الشخصي أنه بتضل إلى مكانتها وإلى قيمتها الفنية، باعتبار أنه في علاقة مباشرة معها، يعني وقت بتتعلق اللوحة وانت بتكوني ملموسة فبيكون في تفاعل وعلاقة مباشرة مع العمل الفني. يعني كل التحية اليوم لتجربتك الفنية، للرقية اللي شفناه بلوحاتك والغنى. حضرتك سيدة سورية أكيد بنفتخر فيها كثير. الفنانة حنان الشامي كنت ضيفتنا. يا أهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. يا أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم. يا أهلا.